السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد لتريبي مدون الدروس اونلاين عالم الكمبيوتر والانترنت. ان شاء الله مع بعض دلوقتي هنحل مشكلة تعريف الموبايل على الكمبيوتر. في ناس كتير قوي بتواجه المشاكل ديت، ان شاء الله مع بعض دلوقتي هنحل كل المشاكل اللي بتواجههم من البداية حتى النهاية بإذن الله وبخطوات بسيطة. وإن شاء الله هتلاقي بعد الشرح ده إن الموبايل اتعرف على جهازك، وهنتكلم مع بعض عن أكتر من طريقة. أول حاجة عايزك تعملها، لو أنت الموبايل بتاعك أندرويد تمام، بتدخل على الضبط وبعد كده بتنزل تحت في الأسفل خالص على خيارات المطور. لو خيارات المطور دي مش موجودة عندك، بتدخل على كلمة حول الجهاز وبعد كده بتنزل تحت خالص وعندك رقم الإصدار، هنا تضغط عليه أكتر خمس ست مرات كده ورا بعض تمام. وبعد كده بترجع هتلاقي عندك خيارات المطور اللي اتفعلت تمام. بعد كده هنا هتلاقي عندك كلمة تصحيح USB، بتحط عليها علامة صح، هي مش عليها علامة صح، بتحط عليها علامة صح. وبعد كده طبعا انت بتعمل الحكايه ديت قبل ما توصل الكابل اليو اس بي بالكمبيوتر، فانت تفصل الكابل خالص وتعمل الطريقه اللي قلت لكم عليها دي، وبعد كده تركب الجهاز على الكمبيوتر وان شاء الله ممكن بخلال الطريقه دي يتعرف. طيب لو ما تعرفش، طبعا ما نستبعدش يا جماعه ان ممكن تكون مشكله من كابل اليو اس بي، بس ده نخليها اخر حاجه يعني. طيب لو ما تعرفش قدامنا طريقتين. الطريقه الاولانيه طبعا احنا لازم نتأكد ان تعريفات الجهاز تمام. بندخل على ماي كمبيوتر، على كمبيوتر، كليك يمين مينج وبعدين ديفايس مانجر. وطبعا انت هنا بيبقى عندك تعريف الموبايل بتاعك، هنا انا عندي سامسونج اندرويد فون تمام. كده التعريف عندي متعرف تمام. لو هو مش متعرف عندك هتلاقي هنا عليه علامة تعجب صفراء، معناه ان التعريف ان الجهاز مش متعرف اصلا على الكمبيوتر، فبالتالي بنحتاج نبحث لتعريف عن الجهاز ده تمام. طيب ازاي نبحث عن او نجيب التعريف الجهاز ده ولو ما كانش الموبايل جاي معاه اسطوانة التعريفات على الكمبيوتر؟ في قدامنا طريقتين. الطريقة الاولانية اللي احنا هنستخدم اسطوانة سيم درايف تمام، والطريقه التانية الاسهل اللي هقول لكم عليها دلوقتي هبدا بيها هي عن طريق موقع تمام. الموقع ده من خلاله هقدر اجيب التعريف بسهوله. ازاي اجيب التعريف؟ بدخل بعد ما بعمل بعد ما بدخل على التعريفات الديفايس مانجر وبعد كده التعريف، بضغط عليه كليك يمين وبعدين بروبرتيز وبعدين ديتيلز، وبضغط هنا وبضغط على هاردوير اي دي اس تمام. باجي هنا عندي اكتر من حاجة، باجي مثلا بختار اخر واحدة كوبي تمام. ولو الخيار الكوبي ده مش متفعل عندك تقدر تعمل كنترول سي من الكيبورد هياخد لك كوبي منها. وبعد كده تيجي للموقع ده وتعمل بحث عنه سيرش، تمام. هو هنا بيقول لك اللي هو مش لاقي التعريف، نيجي ناخد ال حاجة تانية تمام. زي ما احنا شايفين بيبدأ هنا تقدر تحمل التعريف عادي تمام، ضغط هنا وبعد كده بتنزل للأسفل هتلاقي هنا عندك اوريجينال فايل، تضغط على الرابط وعندك هنا الميرور وان تضغط عليها هيبدأ يحمل لك على طول التعريف. طبعا هو بامتداد اكس اي زي ما انت شايف، بيبدأ يحمل التعريف وبتسطبه على جهازك عادي وهتلاقي التعريف الموبايل اتعرف معاك بدون اي مشاكل. طيب لو نفترض ان الموقع ده ما جابلناش التعريف او ما لقيناش التعريف، هنيجي بقى نستخدم الاسطوانة العملاقة اللي عليها يعني عايز اقول لكم 99% من تعريفات اي جهاز او اي حاجة متصلة بالكمبيوتر، اسطوانة سيم درايف اللي هي مساحتها 7 جيجا. اسطوانة السيم درايف في منها 4 جيجا وفي منها 7 جيجا او 8 جيجا. 8 جيجا ديت هي اللي كاملة وعليها كل التعريفات. طيب رابط تحميل الاسطوانة هتلاقيه موجود اسفل الفيديو. بتحمل الاسطوانة
طبعا معلش هي مساحتها كبيره شويه، بس بصراحه اسطوانه كويسه جدا، وانصحك ان هي تبقى معاك على طول، تعرف لك اي جهاز، ودي اللي بيستخدمها اغلب مهندسين الصيانه. تمام، بتيجي بعد ما بتحملها بتبقى عندك على سطح المكتب بالشكل ده. طبعا انت بتسطب برنامج الترا ايزو او بار ايزو، تمام، ويفضل الترا ايزو، وتضغط كليك يمين وبعدين الترا ايزو ثم ماونت تو درايف جي. تمام، تعمل كده، بعد كده بتخش لماي كمبيوتر، هتلاقي هنا عندك البارتيشن الجي او بتاع الاسطوانات مكتوب سيم درايف. تمام كده، تمام قوي. نعرف ازاي بقى، بنيجي عند التعريف هنا ديفايس مانجر التعريف، تمام، كليك يمين، بعد كده ابديت درايف سوفت وير، ثم براوز ماي كمبيوتر فور درايف سوفت وير، ومن هنا بتختار الجي بارتشن الجي من هنا، اوكي، وبعد كده بتقول له نيكست، وهيبدأ يعمل لك سيرش او بحث عن التعريف ويبدأ يسطبه لك. وكمان ممكن في طريقة تانية وهي الافضل، ان انت تدخل على الاسطوانة، تمام، وهتلاقي عندك ملف بالشكل ده باسم دي اي اي، تفتحه، خلي بالك الموبايل بتاعي لسه نازل في السوق بقالوش 10 ايام، وبرضو تعريفاته موجودة على الاسطوانة دي. يعني اسطوانة رائعة جدا جدا جدا. فانت لو ملقتش التعريف بتاعها على الموقع ده، والموقع ده برضو كويس جدا عليه كل التعريفات، اي تعريف عايزه هتلاقيه موجود عليه. تمام، زي ما انت شايف بتضغط هنا على اول دي بي بي اي سي كي اس، هتلاقي هنا عندك التعريف اهو، تليفون 140 22 من هنا، وبعد تتعلم عليه، وبعد كده يوجوال انستوليشن، تمام، ويبدأ التعريف يتسطب معاك عادي بدون اي مشاكل. طبعا انا مش عايز اعرف حاجة عشان جهازي متعرف، ومش عايز يحصل عندي يبقى في عندي مشاكل. وان شاء الله بعد الخطوات دي كلها هتلاقي ان التعريف عندك، بعد الحاجات اللي احنا اتكلمناها، هتلاقي عندك بإذن الله ان الموبايل ظاهر على الكمبيوتر. ويا ريت لو تم حل المشكلة تسيب لنا تعليق في اسفل الفيديو، وتقول لنا الاخبار، علشان الناس برضو تبقى عارفة وشايفة الطريقة بنفسها، وتتأكد اكتر من فاعلية الشرح. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة، اشوفكم في درس جديد، شكرا. ولو حابب تتواصل بالدروس القادمة على مدونة الدروس أونلاين، يمكنك متابعتنا على الفيسبوك www.facebook.com/دروس أونلاين، أو البحث عن كلمة دروس كمبيوتر أونلاين والإعجاب بصفحتنا، والأهم من ذلك هو تفعيل خاصية الحصول على الإشعارات حتى يصلكم إشعارات بالمنشورات اللي احنا بننزلها يوميا على الصفحة. وكذلك يمكنك متابعتنا على تويتر www.twitter.com/دروس أونلاين، أو البحث عن كلمة دروس كمبيوتر أونلاين. وبالأخير، لو كان عجبك الفيديو النهاردة ما تنساش تضغط على لايك، وكذلك الاشتراك بالقناة، ومشاركة الفيديو مع أصحابك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولو كان عندك تعليق تقدر تسيب لنا تعليق بالأسفل، وإن شاء الله هنرد عليك في أقرب وقت ممكن. شكرا.